إلى أيضا أسلوب للأسف خاطئ بروفيسور حسين، وهو أنه الناس للأسف بعد الإفطار يعني يحسون بشعور بالنوم ويستغرقون جزء بسيط من النوم أو يسمى يعني فترة نوم بسيطة قبل صلاة العشاء أو قبل التراويح. ما هو تأثير هذا بعد الأكل على الصحة الغذائية بروفيسور حسين؟ نعم، الفكرة أستاذ الفاضل، إحنا طول النهار لمدة ساعات طويلة خلينا المعدة تكون فاضية، وعملية الكيتونية استمرت فيها 6-8 ساعات، يعني عملية حرق الدهون بدأت عندنا عند بداية الصيام، يعني نفس البرنامج اللي أنا طبقه أثناء أيام العادية قبل رمضان كأني أنا أقول حق الشخص تصوم. فماذا يحدث عند تناوله الأكل؟ عندما يتناول وخاصة الكسل والخمول والإرهاق، جميع هذه الأمور تنتاب الشخص اللي يتناول النشويات. على فكرة يعني عدم تناول النشويات ما تؤدي إلى الكسل والخمول والإرهاق داخل الجسم. أنا مثلا لما يأكل على سبيل المثال يأكل كمية لا بأس بها من الحلويات، بالإضافة إلى الفواكه، إلى التمر بكمية 20-25 حبة مثلا، يأخذ له 3-4 قلاصات لبن، هني الجسم يبدأ إيش يحدث؟ يبدأ غدة البنكرياس عندنا بإفراز هرمون يسمونه هرمون الإنسولين. وظيفة هرمون الإنسولين أنه يحاول أنه ينزل السكر اللي إحنا تناولناه من خلال الفطور ورفعنا سكر الدم، يحاول الإنسولين أنه ينزل السكر، وبالتالي الشخص عند هبوط السكر يشعر بالإرهاق، يشعر بالتعب، يشعر بالنوم، وهذا السبب الرئيسي لأن حنا نزلنا سكر الدم على أن تناولنا الأكلات اللي رفعت سكر الدم. فهنا الخطأ، يعني إحنا مثلا على أن نساعد الجسم إحنا ضرينا الجسم. أنا خليت كل أعضاء الجسم تتأثر في هالوجبات الغير صحية اللي حنا تناولناها خلال بداية الفطور. وبالتالي على الأساس لما أقول ولما تفضلت في بداية كلامك أن تمرتين أو ثلاثة أو تأخذ لك حاجة تروح حق الصلاة حق التعبد إلى آخر الكلام وترجع بعد نص ساعة، هني خليت المعدة تعرف قيمتها، تعرف شكلها، والشخص اللي ملتزم بالأكل يبدأ بأكل صحي جدا. يعني أنا مثلا لما أنا أكل حلويات ما أنا عارف شنو فوائدها صراحة، يعني أنت دكتور وأستاذ أيضا معاي، مرينا بدراستنا الأشياء السكريات ما في أي مواد غذائية أبدا، مجرد أنه يخدرنا وينومنا، وكمية كبيرة من هالسكريات تتحول إلى دهون تترسب على أجسامنا. ومثل ما تفضلت أنت في بداية الأمر أنه خلال نهاية شهر رمضان الشخص عندنا معدل 3-4 كيلوات مثلا يزداد بالوزن، وهذا شيء آفة جدا وشيء جميل. مثلا صوموا تصحوا، يعني الكلمة الجميلة، يعني احنا مفروض الهدف من الصيام الصحة. احنا مع الأسف الشديد احنا نصوم نتخدر، نروح دوائر الحكومية، دوائر أهلية، الشعب كله نايم ودايق وقدران ما يعرف الدنيا وخامولي خامل. والسبب الأكل بالسحور، يأكلون يا أخي بكميات هائلة غير صحية لا لها أي مواد غذائية، ولكن أذيته للشخص نفسه، أذيته للخلايا الجسمية. وانت عارف الخلية مثل البيت، فيها جدار، فيها أمور كثيرة، احنا نلعب فيها الخلايا، نحاول نكسر جدار الخلايا، وبالتالي الإنزيمات الجيدة، الأمور الجيدة اللي مفروض نستفيد منها احنا نكسرها بسبب تناولنا المواد الغذائية. يعني أنا الآن استمعت من معالي من كلامكم أن معالي وزير الصحة يقول أن 28% من الشعب السعودي من مرض السكر. صحيح يا أخي، شيء غريب، نسبة غريبة جدا، خطيرة جدا. يعني هذه النسبة لابد أكو خطأ عندنا فعلا، سواء عندكم بالمملكة أو عندنا بالكويت أو في قطر أو في كل الخليج عامة أو في البحرين، فعندنا أكيد النسبة عالية، 28% يا إلهي، نسبة رهيبة. فإحنا لو ما ناخذنا ولو ما نتخذ نفسنا، لو ما نخفف من النشوات، وعلاجها السكريات سهلة ترى دكتور. يعني حنا في أبحاثنا آخر مرة قبل 3 أشهر في سان دييغو بحث كتبنا حنا الإقلال من تناول النشويات ساعدنا آلاف ناس بالابتعاد عن علاج السكر.
أنت تدري يا دكتور أن 80% من السكر من الدرجة الثانية سببها السمنة، زيادة الوزن، صحيح، وهذا علميا ثبت فيه. إحنا إذا قدرنا نقضي على السمنة أو نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد أو نبعد عنا شبح السمنة، إحنا مليون مرة مش بس أن السكر ينزل عندنا، الكوليسترول راح ينزل عندنا، ضغط الدم راح ينزل عندنا دكتور، الكوليسترول السيء راح ينزل، الكوليسترول الجيد راح يصعد، الإقلال من انسداد الأوعية الدموية. تصور أن حنا في مجتمعنا الخليجي شباب بأعمار الزهور ب35-40 سنة يأنون ويشتكون من أمراض السكر، من أمراض القلب، من أمراض الكوليسترول، من أمراض ارتفاع ضغط الدم. فهذه كلها سببها الأغذية والتناول الوجبات الغير صحية اللي احنا نتناولها من الوجبات السريعة، من مش عارف ايش من هالأمور اللي بدأت تنشب أظفار في مجتمعنا الخليجي. طيب بروفيسور حسين، خلينا ناخذ اتصال الاخ محمد الغامدي من ابها، تفضل، من الباحه، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور محمد. كيف حالك بروفيسور حسين؟ الله تفضل. الله بالخير. يا اخي ما افضل افطار مره واحده ولا تقسيم الفطور على فطرين قبل الصلاه وبعد الصلاه؟ نعم، ما الافضل افطار مره